تمام. انا هدفع 50,000. يفتح حل. لا لا يا معلمة لا مش كده، انا جيت ومش هحل كان لما اخد البضاعة. هو ده الكلام؟ لا 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 لا، ده مش كلام يا معلم. هو ده الكلام وانت ما تتكلمش. الله، انا هاخد 100,000 جنيه. كتير. خلاص زي ما بيقولوا الناس، نقسم البلد نصين. هو مش قالك ما تتكلمش؟ بتتكلم ليه؟ لا في دي بقى عنده حق، عشان احنا لا مؤاخذة في بيته. يبقى 75,000. فين البضاعة؟ وانا اوريك البضاعة ليه؟ هو انا كنت وافقت. الله، ما خلصنا بقى. 75,000 حلوين مش قليلين. طب فين الفلوس؟ نص ساعة وتكون عندك. لا انا مش وراي ابعد، انا ساعتين عقبال ما اروح بولاق واجيب البضاعة واجي. بولاق؟ انت مكمرة البضاعة بشقتك في بولاق؟ اه، امال يعني هكمرها فين؟ انا هخطف رجلي اروح لبولاق اجيب البضاعة واجي، وانت تعمل تليفونك وتجيب الفلوس، ومش هرجع على هنا غير لما اكلم رضا على المحمود قال لي الفلوس موجوده هاجي. ماشي. طب ابعت حد معاك يونسك؟ لا تشكر، التاكسي اللي هيوديني هو اللي هيجيبني. سلام يا اخويا. سلام. كده بقى 75,000 وسبعة ونص بتوعي عمولتي العشرة في المية. تمام؟ كده بقى تشرب القهوة يا ابن عم. أوامر يا مولانا. عارف فتون طبعا. يعني استناها بمكنة واقطرها لحد ما ترد الموضوع. امين. حاضر يا معلم، اكلمك في كل محطه كمان. ماشي، سلام يا كبير. بالسلامه. هات مفتاح المكتب. رايح فين؟ مشوار ساعتين وجاي. يلا سلام. سلام. حلقه عظمه. ايه، اطلع لابوك بقى على السما واساله القصة دي كريستيانو رونالدو ولا مش كريستيانو رونالدو؟ كريستيانو رونالدو. يلا جدع. السلام عليكم. عليكم السلام. في واحدة اسمها عسلية ساكنة هنا، مش ده بيتها؟ هو دول الأرض. بس الشقة فاضية مفيش حد. هي ما جاتش اليومين اللي فاتوا دول. عسلية؟ طفشانة بقالها شهور. أنت بتسأل عليها ليه؟ طب ما تعرفش أختها فين؟ فتون؟ غطسانة بقالها يومين تلاتة. قول لي بس انت عايز ايه وانا اريحك. ريحني بس. شكرين يا سيدي. ايه التايه ده؟ السلام عليكم. انا عايز اعمل محضر سري. خش جوه. مش فتح. شكرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا عايز اعمل محضر سرقه. انا اتسرقت في اسكندريه، عملت محضر هناك ودي صوره المحضر. فين الشاي يا ابني؟ ها ايه المشكله؟ طيب المشكله ان مراتي سرقتني. هي اسمها هنا عسليه وفي اسكندريه اسمها زينه. عرفت منين بقى ان مراتك عسلية بتاعت القاهرة هي زينب بتاع اسكندرية؟ عرفت من واحدة كده. ايوه، مين الواحدة دي؟ واحدة ست كده بتاعت ربنا مكشوف عنها الحجاب، كانت جاية تعالج مرات اخويا يعني مبقاش فيها، فشافت عسلية دي مرة واحدة قبل ما تسرقني، ولما جت بعد كده عرفت كل اللي حصل لوحدها. والست اللي مكشوف عنها الحجاب دي اسمها ايه؟ اسمها ما هي دلتني ان عسلية دي هنا وموجودة في بولاق و اسمها ايه؟ اسمها الشيخة كوثر. الشيخة كوثر. وطبعا خدت منك 5,000 جنيه صح؟ انت مكشوف عنك الحجاب برضو يا باشا؟ انت عرفت منين؟ هي نصابة ومتسجلة عندنا نصب. هي ست كبيرة كده شوية وتملي بتلبس عبايات سودا صح؟ صح.
مظبوط نصاب، بس برضه مكشوف عنها الحجاب، هي ما كدبتش عليك. الكوبانيه واتعملت عليا، يعني كوثر دي معاها؟ ازاي؟ يا باشا دي ما كانتش تعرفها اصلا. وانت لما جيت تتجوزها ما شفتش في شهاده الميلاد ولا البطاقه اسمها زينب ولا لا؟ يا باشا هي ورقها كله ورع هنا في البيت لما اتحلق بيتهم في بولاق، فلما نزلت اسكندريه عملت شهاده ميلاد وبطاقه وكده وعملنا لها فيش وتشبيه وطلعت ما عليهاش حاجه. هي مش متسجله عندنا. طيب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انت هتستنى هنا معانا شويه لحد ما يجي رئيس المباحث، وبعدين بقى تبقى انت تحكي له حكايه زينب دي من الاول خالص. يا باشا انا احكي لاي حد، بس غتوني. طيب اتفضل. والله العظيم سرقت صيغه مراتي كلها شاء عمري. ان شاء الله هنرجعها. والله العظيم. ان شاء الله اتفضل بس. هي من هنا انا ما اعرفش، انا من اسكندريه كنت جبتها. هنرجعها ان شاء الله بس اتفضل هنا. الله يبارك لك. اتفضل. يا ولد الأهل. تعالي يا لبنى تعالي. بس ها يا ستي، ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا ده؟ يعتبر اكبر مطعم في المنيا كلها. ايه رايك، عجبك؟ هاي طارق، بابا فين؟ بابا لسه ماشي. ماشي. اهلا اهلا. تعالي تعالي اقعدي. ازيك يا نبيل؟ مساء الفل يا ست الكل. لحظه واحده وهتلاقي الترويزه زي الفل. هات لي والنبي النسكافيه اللي بتجيبه لي كل مره. عينيا. تشربي ايه يا لبنى، شاي ولا نسكافيه زي يا عم؟ هات لي ليمون وهات لي قهوه. عينيا يا باشا. قولي لي بقى عمك ده اسمه ايه؟ هاتي هاتي، انت فضلي ماسكه الحاجات دي. هاتي يا نبيل، هاتي ورقه وقلم. عينيا يا باشا. اكتبي لي اسم عمك هنا. مساء الخير يا معالي الباشا. كل سنه ومعاليك طيب. والله يا سيادة اللواء أنا مكسوف منك، كل مرة أكلمك أبقى عايز منك خدمة. ده عشمنا يا باشا. واحد اسمه عبد الرحمن أحمد محمد المنياوي، مواليد المنيا. كنت عايز عنوانه بعد إذنك. لا لا يا باشا مفيش مشكلة ولا حاجة، شايلينك للتقيل. دي واحدة قريبته بتدور عليه. شكرا يا باشا. تعبك معايا. اتفضل. اتفضل. ها ايه الاخبار؟ بكره ست العنوان هيبقى عندك. نبيل هات لي القهوه بتاعتي جوه. طول يا باشا. جوه انت مش هتوصلنا؟ اوصلك انت لسه جاي. اركبي تاكسي. تاكسي؟ ما تروحوش في حته، انا جاي لكم. ها خش اعمل مكالمه تليفون وارجع. هو طارق كده على طول، بيبقى في الشغل متعصب ومش طايق نفسه. بس قولي لي ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا؟ حلو صح؟ هتتبسطي بحاجات اللي عملناها شوبينج. جميلة. ايوه سمير، لا خليك زي ما انت. هي مش جاية، انا في المقطة مراجع. سلام. تبقى حلقت لنا. انا بتكذب عليا عشان تغلص مني، والهيروين مش في بيتها، في حتة تانية. انت متأكد ان البلوزة يا رضا هو ده تمثال الاثار اللي انت قلتلي عليه؟ ايه وليه؟ في ايه وليه؟ انت هتولولي لي في ايه؟ مش قريبتك وانت اللي قلت سعيده. والنبي انت ما هتجيبها لبره، واخرتك هترجع السجن تاني. وجيني ما انا عدالك في البيت. في داهيه. ماشي يا رضا، ماشي يا رضا، انا هوريه. بس يلا يا سهم، يلا يا عيال، يلا يا شاهيناز، يلا يا بنت، يلا يلا يا اولاد، خلي ابوكوا في الهروب بتاعه. يلا يلا بينا، مالناش نقعد هنا. يلا غنوة، خدي. خدي ايه وزفت ايه؟ انت ايه اللي جايبك هنا وقاعده دلوقتي في وقت متاخر زي ده؟ ما انا عديت عليكي في البيت ما لقيتكيش، قلت اكيد تبقي هنا وزهقت. والله ده انا كنت هقوم اخبط عليكي. تخبطي عليا فين؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ مهم، هاتي من الاخر، عايزه ايه يا فتون؟ عايزه منك خدمه صغيره بس. خير؟ تعدي على علي في السجن تسالي سؤال وتاخدي الرد. ده كل الموضوع. بس انا ما اقدرش اعدي عليه يا اختي، انا بقالي كتير ما عدتش عليه. ده ممكن يضربني ويموتني ويفرج عليا امه محمد عشان خاطري يا اختي. ماشي يا فتون، هروح لعلي.
بس دي بقى اخر خدمه هعملها لك فتون. انا مش عايزه مشاكل. والنعمه اخر خدمه. انا مش بتاعت مشاكل. مش عايزه مشاكل والله. ماشي يلا بينا نروح على البيت. طب عندك اي حاجه في البيت ناكلها؟ جعانه. وانت على طول همك على لحم بطنك كده. امشي. ايه ده؟ لا يخرب بيت سنك فضحتينا. اركبي يا اختي من هنا. انا هركب الناحيه الثانيه. اركبي يا بيئة. يلا يا رايق.